ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده. والنهارده هنعرف مع بعض طريقه مميزه جدا لتقشير الرمان وتفريط الرمان بسهوله جدا. بصي، اول حاجه اغسلي الرمان ونشفيه بمنديل او مثلا فوطه مطبخ، وجيبي السكينه كده او ايد هون او اي حاجه، واقعدي خبطي على الرمانه وهي مقفوله الاول. الحركة دي بتسهل جدا ان كل الحبيبات بتاعة الرمان تتفكك من بعضها. فبتيجي اول ما بتفتحي الرمانة وتبدأي بقى ان انتي تخبطي عليها وتنزلي منها الحبيبات بتاعة الرمان، بتنزل بكل سهولة. شايفين؟ بتبدأ تطرى كده معاكي، ما بتعملش مية ولا حاجة، عشان في ناس بيقولوا بتعمل مية وبتقعد تبهدل الدنيا. لا لا، ما بتعملش مية ولا حاجة، وتبدأي كده تفتحي الرمانة من فوق كده ببوزي السكينة وتشيلي القشرة. الطريقة دي سهلة جدا، يعني اسهل طريقة جربتها بصراحة. كنت الاول بجرب الطريقة اللي هي تقعدي بقى تفتحي بالسكينة كده في الجنب حوالي كام فتحة، وبعدين برضو ايه تخرجي الحبيبات منها، بس بصراحة دي اسهل. تبدأي بقى تشيلي القشرة البيضة دي اهي، او تفتحيها نصين وبالسكينة كده، وحطي الرمان على ايدك، وابدأي بالطرف الخشب بتاع السكينة او ايد هون خشب مثلا تدقي كده عليها، هتبص تلاقي كل الرمان بيتفرط معاكي بكل سهولة. الحركة دي جميلة جدا وكل حاجة، بس هي اكتر حاجة في الرمان بتبوظ الايد وبتخلي لونها مسود شوية. فعايزة تلبسي جلوفز مثلا متحافظة على ايدك وضوافرك، البسي. فانا هنا عادي عملتها، وبعد كده ما غسلت المواعين وبتاع اللون راح من ايدي خالص. انا كده خلصت واحدة في اقل من ثواني. يعني انت ممكن تجيبي 2 3 كيلو وتقعدي تعمليهم وتحطيهم في علبة كبيرة، مش هياخدوا منك ربع ساعة، وسيبيهم للاولاد ياكلوه، لان الرمان مغذي جدا وفيه حديد قوي جدا وبيعلي الهيموجلوبين. ممكن تجيبي بنجر وتعمل لهم عصير بنجر بقى مع الرمان، حاجة كده محترمة، وتحليه بعسل نحل ويغذيهم، وكويس جدا في الشتاء. خليه متوفر دايما عندك في التلاجة. طريقة سهلة جدا، شايفين؟ يا دوب بس بتضربي كده بالسكينة عليها بالحرف الخشب، بتبص تلاقيها اتفرطت معاكي بكل سهولة. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان يوصل لناس كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو الاول قبل ما تخرجوا من الفيديو،